السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا صحابي؟ عاملين ايه؟ اهلا بكم في فيديو جديد من قناة ابداعات ايه وتصميمها. النهاردة نعمل مع بعضينا طاقية حلوة جدا لينا او لاخواتنا. لو احنا محجبات ممكن نعملها لاخواتنا الصغننين او نعملها نلبسها في البيت، هتكون حلوة جدا. بصوا شكلهم عاملين ازاي من ورا دبابيس كابس اللي هي المشبك، شكلها حلو قوي. يلا نتعلم. طبعا عشان ما اطولش عليكم الفيديو والفيديو يكون ممل قوي ويكون طويل، كتت قماشه زي دي وقصيت على قد غطا. شايفين الغطا ده على قده؟ غطا اي غطا عندك في البيت. وهنستخدم غطا صغير، وده حبل كروشيه عشان لو احنا عندنا منه وما عندكوش الادوات اللي هنستخدمها ممكن نستخدمها، حلوه جدا. دي بقماش، ده قماش جنس كشميري، ده قماش جنس ازرق. ممكن كنا نلف عليها كده او ممكن نزوق 100 جنيه. معانا هنا ادوات الزينه، معانا ورق فوم طبعا هنستخدم. يلا اول حاجه طبعا المقص اهم حاجه، ولما قصيناها بقت بالشكل ده. بسم الله. اول حاجه احنا هنحب نغلف الغطا بمسدس الشمع، شايفينه؟ هنحط القطعه بس هنا. الشمع اهو، بنبدا بقطعه اي قطعه عندكم، بعدين نقول لازقينها كده. بسم الله. بقيت بالشكل ده. بصوا بقى هنبدا نقصقصها كده جزيئات. تكون بالشكل ده عشان نتنيها كده، تكون سهلة علينا واحنا بنتنيها. تمام. بمسدس الشمع برضه، كل استخداماتنا هتكون بمسدس الشمع يا اصحابي. لو ما عندكوش مسدس شمع تقدروا تستخدموا شمع، تكون بالشكل ده. بنلزقها اهو. طب بصوا يا اصحابي انا هلزقها وهرجع لكم. تمام، هلزقها وهرجع لكم وكده الشكل بعد ما غلفتها. طبعا ما رضيتش اغلفها باللون الاخضر، فغلفتها باللون الذهبي اللي هو الاصفر ده. وهنغلف دي بقى مع بعضينا كده ضد الشم. هنبدأ نحط عليها الشمع زي ما قلنا. والله لو باللي بيلزق كان هيبقى احلى، بس عشان انا ما لقيتش من اللي بيلزق فجبت من اللي هو مش بيلزق. اللي بيلزق احسن لنا، اوفر لنا من الشمع بجد يعني. تمام، هنحطها بالشكل ده في النص كده. بسم الله. بقى شكلها بالشكل ده، تكون طبعا بالشكل ده. فهنبدا نقصقصها بالشكل ده كده حواليها كده اهو. اللي بقى بنعملها كده عشان نعملها كده اهو وكده اهو، وبعدين قطع كمان هنحطها من ورا. طب بصوا انا هعملها عشان ما يكونش الفيديو ممل، هعملها وهرجع لكم. وغلفتها بقت بالشكل ده. ودي طبعا هنبدأ بقى ان احنا نحطوها نلزقها بالشكل كده. تمام، هلزقها اهو، حط بقى الغطا من ورا. بصوا هنلزقها كده
شفتوا شكلها حلو ازاي. هنبدا بقى نلزق الزينه. انا هختار دي هلزقها اهو. شوفوا شكلها يا اصحابي حلوة ازاي قوي. نستخدم بقى الدبوس ده وهنلزقه من ورا. على فكرة يا اصحابي لو ورق من اللي كان بيتلزق كان هيبقى احلى. بصوا اهي شكلها حلو قوي. نقدر نستخدمها بقى في الشعر اخواتنا الصغيرين او في شعرنا. وكده هيكون بقى خلاص الفيديو عملنا منهم كده تلاتة. تعالوا نلزقوا. بصوا لزقنا دي كده اهو كانت بتبقى احلى. تعالوا ديت ديت كانت عروسه اللعبه. الطاقيه دي كانت بتاعت عروسه لعبه. فهنحط من هنا جزئيه شمع من حبه شمع. تمام اهي. وهنبدا نلزقها بالشكل ده. كده بقت شكلها حلو قوي اهي. يعني ممكن نعمل دي كمان بس الدبابيس بقى خلصت. وكده هيكون خلص الفيديو. قربت الكاميرا اهي يا جماعه. وده شكلهم النهائي. لو شكلهم حلو اكتبوا لي انهي واحده احلى، الجينز الزرقاء ولا الكشميري ولا الصفرة دي ولا البينك دي. برضك ممكن نستخدم الفرو كنا نزين بيها من فوق بس مش اشكال بقى. وشكلهم حلو قوي الدبابيس من هنا ودي من هنا. وكده خلاص الفيديو. مش تحطوا لايك للفيديو واشتراك في القناة. وكده مع السلامة.